في ذكرها السبعين الرئيس السيسي يؤكد أن ثورة يوليو أسست الجمهورية الأولى للدولة وغيرت الحياة في مصر والمنطقة. التونسيون المغتربون يصوتون في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. إشادات باتفاق الحبوب بين كييف وموسكو وطرفا الأزمة يتبادلان الاتهامات بشأن عرقلة الاتفاق. 3 عصرا بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. في مثل هذا اليوم قبل 70 عاما أشرقت شمس الحرية والاستقلال على أرض مصر بثورة مجيدة دشنت الجمهورية الأولى للوطن وغيرت وجه المنطقة بأسرها. إنها ثورة 23 من يوليو التي قادتها الإرادة المصرية الخالصة وحمتها العزيمة الشعبية لتدشن ملحمة تتوارث إنجازاتها الأجيال في الداخل والخارج. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثورة 23 من يوليو الثورة المجيدة مثلت تتويجا لنضال طويل قاده الشعب المصري دفاعا عن حقه في وطن مرفوع الرأس. وفي كلمته بمناسبة الذكرى 70 لثورة يوليو أكد الرئيس السيسي أن الثورة استطاعت أن تؤسس الجمهورية الأولى للدولة وتغير وجه الحياة بشكل جذري ليس فقط في مصر بل في المنطقة بأسرها. تحل اليوم الذكرى 70 لثورة 23 يوليو المجيدة التي مثلت تتويجا لنضال طويل قاده الشعب المصري دفاعا عن حقه في وطن مرفوع الرأس، فقد استطاعت تلك الثورة أن تؤسس الجمهورية الأولى لدولتنا وتغير وجه الحياة بشكل جذري ليس فقط في مصر بل في المنطقة بأسرها، وكانت لها إسهامات ملهمة في الحركة العالمية لتصفية الاستعمار وترسيخ حق الشعوب في تقرير مصيرها، حيث تغيرت الخريطة الدولية وارتفعت راية الحرية والاستقلال فوق معظم الدول العربية والإفريقية. وشدد الرئيس السيسي على أن تاريخ القوات المسلحة سيظل دائما كعهد الشعب المصري بها، حافل بالبطولات والإنجازات الوطنية والتي من بينها ثورة يوليو المجيدة. وأشار الرئيس السيسي إلى التفاف جموع وجماهير الشعب المصري حول الثورة التي ردت للوطن عزته وللمواطن كرامته. سيظل تاريخ قواتكم المسلحة كعهدكم بها دائما حافلا بالبطولات والإنجازات الوطنية، ومن بين تلك البطولات ثورة يوليو المجيدة التي حملت القوات المسلحة لواءها عندما خرجت طلائعها ليلة 23 من يوليو منذ 70 عاما لتلتف حولها وتساندها جموع وجماهير هذا الشعب ولتعلن قيام الثورة التي ردت للوطن عزته وللمواطن كرامته وليسطر التاريخ نموذجا للعلاقة بين الشعب وجيشه اتسمت عبر عقود طويلة بالتلاحم والثقة العميقة المتبادلة. إنها علاقة فريدة من نوعها بين شعب أبي عظيم وجيش يمثل نموذجا للمؤسسة الوطنية التي تدرك مهمتها وتؤديها على الوجه الأكمل ولا تحيد عنها، فتحية تقدير واعتزاز خلال هذه الذكرى العطرة إلى هؤلاء الأبطال الذين تقدموا لقيادة الثورة وحملوا أرواحهم على أكفهم ليصنعوا لوطنهم فجرا جديدا.
وعلى رأسهم الزعيم جمال عبد الناصر، والرئيس محمد أنور السادات، والرئيس محمد نجيب. وأكد الرئيس السيسي الإصرار وبإرادة صلبة لا تلين على تحقيق الغايات الكبرى والأهداف العليا من أجل النهوض بمصر وتغيير واقعها للأفضل، ولتبقى مصر قادرة على توفير حياة كريمة لأبنائها من الأجيال الحالية والقادمة. وأوضح الرئيس السيسي أن مصر لا تستطيع أن تعزل نفسها عن التحديات والمتغيرات التي تجتاح العالم، وأنه لا سبيل للتغلب على تلك التحديات سوى بالعمل الجاد والمستمر. شعب مصر العظيم، إننا نصر وبإرادة صلبة لا تلين على تحقيق الغايات الكبرى التي نضعها نصب أعيننا والأهداف العليا التي نحملها على عاتقنا من أجل نهوض بوطننا الغالي وتغيير واقعه للأفضل، ولتبقى مصر قادرة على توفير حياة كريمة لأبنائها من الأجيال الحالية والقادمة، أخذاً في الاعتبار متغيرات العصر المتسارعة وشواغله الجديدة. لأن مصر بموقعها الجغرافي ودورها الإقليمي والدولي لا تستطيع أن تعزل نفسها عن تلك التحديات والمتغيرات التي تجتاح العالم وطالت تداعياتها الجميع. ولعلكم تتفقون معي أنه لا سبيل للتغلب على تلك التحديات سوى بالعمل الجاد والمستمر، مثلما واجهت مصر خلال السنوات الماضية تحديات متنوعة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية. فإنني أؤكد لكم أنه لولا جهود الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي التي تحملها الشعب المصري، وكذلك المشروعات التنموية العملاقة على امتداد رقعة الدولة، لما كان من الممكن أبداً الصمود أمام تلك الأزمات العاتية التي تجتاح العالم منذ 3 سنوات. ولقد بادت الإنجازات المتلاحقة التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة، لا سيما في مجالات البنية الأساسية والتجمعات العمرانية الجديدة والطاقة وتوطين الصناعة، شاهداً على قوة الإرادة المصرية للتقدم وبناء مستقبل أفضل وتكوين اقتصاد قومي قوي وراسخ. هذا وأكد الرئيس السيسي أنه على يقين من قوة العزيمة للدولة والشعب في الاستمرار بخطى ثابتة من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الجمهورية الجديدة تؤسس نسقا فكريا واجتماعيا وإنسانيا شاملا لبناء إنسان ومجتمع متطور تصوده قيم إنسانية رفيعة. شعب مصر العظيم، إنني على يقين من قوة عزيمتنا معا في الاستمرار بخطى ثابتة وواثقة في الطريق الذي اخترناه جميعا من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة، جمهورية التنمية والبناء والتطوير وتغيير الواقع، جمهورية تؤسس نسقا فكريا واجتماعيا وإنسانيا شاملا وبناء إنسان ومجتمع متطور تسوده قيم إنسانية رفيعة. ورغم تعاظم الظروف المعاكسة التي تسبب فيها العديد من الأحداث والتطورات الدولية غير المواتية، إلا أننا قادرون بإذن الله وبعزيمة أبناء هذا الوطن العظيم على تخطيها والتغلب عليها. وليكن احتفالنا اليوم بذكرى ثورة يوليو المجيدة بمثابة قوة دفع متجددة للعمل والسهر على النهوض بوطننا العزيز وتحقيق طموحات شعبه الكريم في حاضر ومستقبل مشرق يظلله الأمن والاستقرار وتزدهر فيه التنمية.
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى 70 للثورة 23 من يوليو. وفي تغريدة له على صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي، أشار الرئيس السيسي إلى أن ثورة 23 من يوليو ستظل عالقة في الأذهان نفخر بها ونستلهم من أهدافها السامية روح العزم والإصرار والإرادة لتحقيق تطلعات الشعب المصري وأماله في مستقبل مشرق للأجيال القادمة. أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أن ذكرى 23 من يوليو المجيدة نستلهم منها عبرة لحاضرنا. وفي منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أوضحت السيدة انتصار السيسي أن هذا اليوم كان واحدا من أهم أيام المجد في تاريخ مصر المعاصر، مشيرة إلى تقديم شعب مصر وقواته المسلحة النموذج الأمثل في العزم والإصرار والإرادة ليحيا هذا الوطن في حرية وعزة واستقلال. لم تكن ثورة يوليو ثورة عادية، بل فيصلا بين عصر وعصر، وكانت تاريخا جديدا للجمهورية المصرية، بل للأمة العربية التي سارت على خطاها ونالت استقلالها واحدة تلو الأخرى. فقد سارت ثورة يوليو منهاجا قوميا سارت على خطاه الأمة العربية. دائما ما تتطلع الشعوب للأفضل، تأمل في مستقبل مشرق وجمهورية جديدة يحددون بأنفسهم ملامحها. من هنا انطلقت شرارة ثورة 23 من يوليو، وقام الضباط الأحرار بخطوة جريئة أيدها الشعب المصري، فنجحوا سويا في تحرير البلاد وتحويلها بشكل جذري على كافة الأصعدة الاجتماعية والسياسية، وكذلك بناء اقتصاد اشتراكي قوي يحقق للمصريين أهداف الثورة في الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية. ويعد عام 1952 شاهداً على الثورة البيضاء والتي غيرت التاريخ المصري تماماً ونقلت مصر من عهد الملكية إلى عهد الجمهورية، فتحول مشهد التأييد الشعبي للضباط الأحرار لتكليف بالاستمرار من أجل تغيير الواقع وتحقيق الاستقلال والكرامة. وحققت ثورة يوليو الكثير من المشروعات الكبرى والإنجازات القومية، مثل زيادة الرقعة الزراعية عن طريق استصلاحها، فكانت مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية في مشروعين كبيرين، مشروع مديرية التحرير ومشروع الوادي الجديد، واللذان أضافا إلى مصر مساحات مزروعة إلى مساحتها التقليدية في الوادي والدلتا. كما قادت ثورة يوليو مجالات التصنيع من منطلق أن الصناعة هي الطريق نحو تحقيق النهضة، فكانت المشروعات الصناعية العملاقة في مجال صناعة الحديد والصلب والكيماويات والدواء والإنتاج الحربية، فتحققت لمصر قاعدة صناعية مكنتها من الوفاء باحتياجاتها المتزايدة من الإنتاج. كما تم الاهتمام بصناعات التعدين والبتروكيماويات فضلاً عن تنفيذ مشروع السد العالي، والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية العملاقة في تاريخ مصر الحديث، والذي هدف إلى توفير المياه لزيادة الرقعة الزراعية. كما حرصت الثورة على توفير الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية لأهل الريف، فأنشئت الوحدات المجمعة بالريف لرفع الوعي العام بين الفلاحين، كما تم تأميم قناة السويس واسترداد الكرامة والاستقلال والحرية المفقودة على أيدي المستعمر المعتدي، كما تم توقيع اتفاقية الجلاء بعد أكثر من 70 عاما من الاحتلال، وتم إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة والمراكز الثقافية بهدف تحقيق توزيع ديمقراطي عادل للثقافة. كما اهتمت الثورة بالتعليم لأهميته في بناء الوطن، وقامت سياسة الثورة في التعليم على الجمع بين التربية والتعليم لإعداد المواطن إعداداً سليماً، والأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في التعليم بعد أن جعلته مجاناً. كما أنشأت حكومة الثورة وزارة التعليم العالي عام 1961، كما اهتمت بتحقيق التعاون الثقافي مع البلدان العربية الأخرى، فتم إنشاء جامعة القاهرة فرعاً لها بالخرطوم بدأ العمل به في أكتوبر من عام 1955. وقد أعطت ثورة يوليو إشارة بداية صناعة دور إقليمي لمصر عربيا وإفريقيا استمرت آثاره الإيجابية حتى اليوم، لتظل ثورة 23 من يوليو نقطة بيضاء في تاريخ مصر الحديث.
هذا ويحرص الرئيس السيسي في كل عام وفي مختلف المناسبات على تقدير وتمجيد ثورة 23 من يوليو، تلك الثورة التي غيرت وجه الحياة في مصر والمنطقة بأسرها. هنأ العديد من الزعماء والقادة العرب والدوليين الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 70 لثورة يوليو المجيدة، وأكدوا في تهنئتهم أهمية ثورة 23 من يوليو في تشكيل المنطقة العربية والنجاحات التي حققتها مصر مؤخرا تحت قيادة الرئيس السيسي. هنأت مؤسسة حياة كريمة الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو، وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أن ذكرى ثورة يوليو ستظل خالدة في وجدان الأمة لما حققته من إنجازات على أرض الواقع دعما للشعوب العربية والإفريقية لينالوا الاستقلال. كما هنأت المؤسسة القوات المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى، مؤكدة أن القوات المسلحة حملت لواء هذه الثورة لتحقيق أمال وطموحات شعبها في أن يحيا حياة كريمة. نظمت القوات البحرية زيارات لأطقم السفن البحرية التابعة لكل من رومانيا وتونس والجزائر، وذلك أثناء انتظارها بقاعدة الإسكندرية البحرية قبل استكمال رحلاتها البحرية. كما تم تنظيم زيارات لأطقم السفن إلى الكلية البحرية وعدد من السفن البحرية المصرية للاطلاع على ما وصلت إليه القوات من تطورات في البنية التحتية ومنظومة التسليح بما يسهم في تبادل الخبرات، فضلا عن تنظيم عدد من الجولات السياحية والترفيهية للتعرف على أهم المعالم الأثرية والتاريخية في مصر.
أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية عن فتح باب التسجيل للدرجات العلمية بالأكاديمية الطبية العسكرية والمعاهد التابعة لها. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والتمريض من العسكريين والمدنيين بالتخصصات المختلفة. يبدأ التسجيل اعتبارا من اليوم ولمدة 15 يوما بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية بمنشية البكري بجوار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 410 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 44 طنا من المواد الغذائية. هذا وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط 17.5 طن في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، وضبط أكثر من 26 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. كما تم ضبط 605 قضايا من بينها 159 قضية خبز ناقص الوزن و 147 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز، فضلا عن ضبط 15 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 71 طنا من الأقماح المحلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية. التقى سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي بدر عبد العاطي مع السكرتيرة العامة للمفوضية الأوروبية إلزي جوهانسون. خلال اللقاء أكد الجانبان أهمية الحفاظ على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية وبما يسهم في تعزيز أطر التعاون المختلفة، لا سيما في مجال الطاقة بمصادرها التقليدية والمتجددة والنظيفة، وذلك في ضوء استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 في نوفمبر المقبل. وأكدت المسؤولة الأوروبية التزام الاتحاد الأوروبي تقديم كافة أنواع الدعم للرئاسة المصرية للمؤتمر. كما بحث الجانبان أزمة الغذاء العالمية، حيث تم التأكيد على ضرورة تقديم الاتحاد الأوروبي الدعم للدول الأكثر تضررا من الأزمة الحالية. أعلنت هيئة الانتخابات التونسية أنه لا خروقات للصمت الانتخابي للتونسيين بالخارج في عملية الاستفتاء على الدستور. من جانب آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجراندي أكد الأهمية الكبرى التي يكتسبها الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد كمحطة في المسار التصحيحي للديمقراطية. ودعا الجراندي كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية لتونس بالخارج إلى مواصلة الجهود من أجل إنجاح عملية الاستفتاء بالخارج وتوفير أفضل الظروف لتمكين الناخبين التونسيين المسجلين بالخارج من ممارسة حقهم الانتخابي. قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، قال إن كل مراكز الاقتراع على استفتاء الدستور في الخارج فتحت أبوابها في موعدها، وأضاف خلال مؤتمر صحفي أنه تم فتح المجال للناخبين الراغبين بتغيير مراكز اقتراعهم منذ شهر، لافتا إلى أن الاقتراع بالخارج يمتد على مدار 3 أيام. فتح مكاتب الاقتراع بالخارج وذلك استثنائيا بداية من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء، بالنظر إلى ضرورة احترام التوقيت الموجودة في بلدان الاعتماد حيث توجد مكاتبنا ومراكزنا. انطلاق عملية الاقتراع بالنسبة لتونسينا بالخارج التي تمتد على 3 أيام، أيام 23 و 24 و 25، كان تم الانطلاق ليلة البارحة 22 جويلية على الساعة 11، وهو مكتب سيدني. هذا وبدأ التونسيون بالخارج التصويت على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيد ولمدة 3 أيام. وفتح أول مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين التونسيين بالخارج في مدينة سيدني بأستراليا.
تستعد تونس لمرحلة جديدة من تاريخها من خلال عرض مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء الذي انتظم في الخارج اليوم لينهي مرحلة حالكة من التاريخ التونسي بإصرار من الرئيس التونسي قيس سعيد ودعم شعبي كبير. ويتضمن مشروع الدستور التونسي الجديد 142 مادة ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة ليخدم مصالح البلاد ويحقق رغبة الشعب في المسير نحو مرحلة جديدة من البناء والتقدم. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر قال إن المرجع لتحديد نجاح الاستفتاء حول الدستور الجديد هو عدد المشاركين، وأكد الاستعداد التام لتنظيم الاستفتاء في أحسن الظروف، وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمسجلين بالاستفتاء بلغ 9.3 مليون ناخب، مضيفا أن هذا الرقم يتضمن أكثر من 356 ألف تونسي مسجل بالخارج. ويأتي هذا الاستفتاء بعد أشهر قليلة على استشارة شعبية دعا إليها الرئيس التونسي لمعرفة التوجهات العامة للتونسيين حول مجموعة من الملفات المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وذلك بعد أزمة سياسية حادة اتخذ على إثرها سعيد إجراءات استثنائية لحماية الدولة التونسية. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا فعلت كل شيء لتدمير إمكانات التصدير الأوكرانية، لكن بلاده لم تسمح بذلك. وأشار زيلينسكي إلى أهمية اتفاق إلغاء قفل الموانئ الأوكرانية واستعادة الصادرات الزراعية. على صعيد آخر شدد زيلينسكي أن الأسلحة القوية ستنقذ أرواح الجنود الأوكرانيين وتسرع من حل الأزمة، معربا عن شكره لنظيره الأمريكي جو بايدن على حزمة المساعدات الدفاعية الأخيرة لأوكرانيا. قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليستراس إن الأزمة المتعلقة بالحبوب العالقة في أوكرانيا يجب حلها الشهر المقبل. هذا وعرضت تراس تقديم بريطانيا لخبراتها للمساعدة في حل هذه المشكلة، وأضافت خلال مؤتمر صحفي أنه من الواضح جدا أنه يجب حماية الموانئ الأوكرانية وأن يكون هناك ممر آمن للسفن التجارية، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تعرض خبراتها في جميع تلك الجوانب لضمان تنفيذ التدابير اللازمة لكي تغادر شحنات الحبوب بأمان. بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا الجهود المبذولة لحل أزمة الأمن الغذائي العالمية والمساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لكييف. هذا واستعرض بلينكن المساعدة الأمنية الإضافية لأوكرانيا، وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره لزيارة السيدة الأولى الأوكرانية إلى واشنطن هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن زيارتها أتاحت فرصة مهمة للتأكيد على التزام الولايات المتحدة المستمر بالمساعدات الإنسانية ومساعدة أوكرانيا على التعافي. حملت أوكرانيا روسيا كامل المسؤولية في حال انهيار الاتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية. إلى ذلك قال الجيش الأوكراني إن صواريخ روسية أصابت منشآت للبنية التحتية في ميناء أوديسا الأوكرانية. تبعات متعددة الأبعاد للأزمة الأوكرانية، فبينما تواصل روسيا وأوكرانيا تقوية صفوفهما نحو مزيد من الانخراط العسكري في الأزمة، وقع الطرفان على اتفاق يسمح بتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ، فيما أكد مسؤولان بارزان في الأمم المتحدة أن المنظمة تتوقع البدء في تنفيذ اتفاق استئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود بكامل بنوده في غضون أسابيع قليلة، وإعادة الشحنات إلى مستويات ما قبل الحرب والتي تبلغ 5 ملايين طن شهرياً، خطوة أولى ربما تسهم في تخفيف أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الأزمة الأوكرانية، كون روسيا وأوكرانيا من بين أكبر مصدر الغذاء في العالم. إلا أن العمليات العسكرية الروسية أدت إلى إغلاق الموانئ الأوكرانية، مما تسبب في منع تصدير نحو 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية العالقة في الصوامع الأوكرانية، ومن ثم في ارتفاع أسعار الحبوب في مختلف أسواق العالم. الأمم المتحدة أكدت اتفاق الأطراف على الخطوط العريضة للمبادرة بما يشمل تحديد الموانئ
المعنية وإنشاء مركز لمراقبة وتفتيش السفن وما إلى ذلك، مضيفة أنه لا تزال هناك مشاكل ثانوية يتعين حلها خلال أسابيع قليلة قبل تنفيذ المبادرة بالكامل. مسؤول الأمم المتحدة أشاروا إلى أن الخطة ستكون موضع التنفيذ في البداية لمدة 120 يوماً على أن تكون قابلة للتجديد، وأضافوا أنه قد يكون هناك تحرك أولي للسفن لإظهار مدى نجاح عمل الآلية، وبموجب الخطة سيقود مسؤولون أوكرانيون السفن عبر قنوات آمنة وسط المياه المليئة بالألغام إلى 3 موانئ، من بينها ميناء أوديسا الرئيسي، حيث سيتم تحميلها بالحبوب قبل خروجها من المياه الإقليمية الأوكرانية في البحر الأسود لتعبر مضيق البوسفور إلى أحد الموانئ، حيث سيتم تفتيشها ثم تتجه بعد ذلك إلى وجهاتها. قالت المخابرات العسكرية البريطانية إن قتالا عنيفا اندلع في آخر 48 ساعة، إذ واصلت القوات الأوكرانية هجومها على روسيا في إقليم خرسون غربي نهر دنيبرو. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية تستخدم نيران المدفعية على طول نهر إنغوليتس أحد روافد نهر دنيبرو، مضيفة أن خطوط إمداد القوات الروسية غربي النهر معرضة للخطر بشكل متزايد. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الغرب يحاول تحويل الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية إلى أدوات في اللعبة المناهضة لروسيا. وقال لافروف في تصريحات إنه يوجد الآن فرق واضح بين المشاعر التي يكنها مواطن الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية تجاه روسيا، والشيء الذي تجبر بروكسل والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو السياسيين هناك على فعله. وأشار إلى أن هذا نفس الشيء الذي حاولوا القيام به في أوكرانيا وعدد من دول أوروبا الشرقية الأخرى، مؤكدا أن الغرب قد غدى في السابق مشاعر معاداة روس في هذين البلدين. قالت وزارة المالية الفرنسية إن النمو الاقتصادي الفرنسي سيتباطأ بشكل حاد العام المقبل مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية، مما يؤخر إحراز تقدم بشأن عجز ميزانية القطاع العام في فرنسا. هذا وتوقعت وزارة المالية الفرنسية تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من 2.5% في عام 2022 إلى 1.4% في عام 2023. أكد صندوق النقد الدولي أن قطع الغاز عن ألمانيا يجعلها تخسر 3% من الناتج الإجمالي المحلي. يأتي ذلك في ظل ضبابية استمرار الإمدادات الروسية من الطاقة إلى أوروبا. أفاد بنك روسيا أن المخاطر المتزايدة للركود العالمي قد تؤدي إلى إضعاف الطلب الخارجي على الصادرات الروسية وبالتالي إضعاف الروبل. هذا وقد خفض بنك روسيا سعر الفائدة بمقدار 1.5 نقطة مئوية دفعة واحدة، مما يشير إلى انخفاض نمو أسعار المستهلكين والظروف الخارجية الصعبة على الاقتصاد الروسي. وللمزيد من التفاصيل نتابع في سياق التقرير التالي. أزمة عالمية طاحنة يواجهها العالم بأسره بعد أزمة جائحة كورونا ونقص الإمدادات وأيضا العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا التي أدت إلى زيادة أسعار الطاقة والغذاء عالميا. وعلى الرغم من هذه الأزمات، فقد أكد كل الخبراء والمؤسسات المالية أن الأزمة الأوكرانية سوف تؤثر على اقتصاديات العالم أجمع إلا الاقتصاد الروسي صاحبة الطرف الأول في الأزمة. ورغم ارتفاع الروبل الروسي أمام الدولار، إلا أن بنك روسيا حذر من المخاطر المتزايدة للركود العالمي، مشيرا إلى أنها قد تؤدي إلى إضعاف الطلب الخارجي على الصادرات الروسية وبالتالي إضعاف الروبل. كما أشار بنك روسيا إلى أن مجموعة من المخاطر الناجمة عن الظروف الخارجية يمكن أن يكون لها تأثيرات مؤيدة ومضادة للتضخم على حد سواء.
كان بنك روسيا قد خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 1.5 نقطة مئوية دفعة واحدة إلى 8% سنوياً، مما يشير إلى انخفاض نمو أسعار المستهلكين ويعكس الظروف الخارجية الصعبة على الاقتصاد الروسي رغم كل التوقعات المتفائلة بشأنه. وضع مقلق تعيشه العديد من بلدان العالم إثر زيادة غير العادية في حالات الإصابة بجدر القردة. وكشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن استمرار القلق من انتشار المرض حتى في حال انخفاض نسب الانتشار في أماكن بعينها. بعد الزيادة غير العادية في حالات الإصابة بجدر القردة منذ مايو الماضي خارج بلدان وسط وغرب أفريقيا وانتشاره في كل أنحاء العالم، بات الوضع مقلقاً بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية من خطر الفيروس. تحذيرات عدة أطلقتها الصحة العالمية من انتشار الفيروس، ففي أول اجتماع عقد في يونيو الماضي أوصى غالبية الخبراء بألا تعلن منظمة الصحة العالمية حال طوارئ صحية حالة طوارئ صحية قد تثير قلقا دوليا. وخلال اجتماع سابق للجنة الخبراء كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أنه لا يزال قلقا من انتشار المرض حتى لو انخفضت نسبة الانتشار في بعض الأماكن. تأتي التحذيرات بعد أن درست لجنة الطوارئ المؤشرات الوبائية لتحديد أفضل السبل لكبح الوضع الصحي الآخذ في التفاقم. ولا تزال دول عدة تسجل حالات إصابة بجدر القردة آخرها الولايات المتحدة، إذ أعلنت السلطات الصحية الأمريكية رصد أول إصابتين بمرض جدر القردة بين الأطفال. وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فقد سجلت أكثر من 15300 إصابة بجدر القردة في 72 دولة حتى 20 من الشهر الجاري. حياة كريمة، مبادرة رئاسية غيرت شكل الحياة في مصر خاصة في قرى الريف لتكفل لمواطنيها حياة كريمة وآمنة تليق بهم في عصر الجمهورية الجديدة. قرية طنسا باني مالو بمحافظة بني سويف طالتها ثمار تلك الحياة بمجموعة من المشروعات القومية والتنموية. جاءت المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتضيء قرى محافظة مصر وتحول شكل الريف وترفع جودة الحياة لنحو 60% من المواطنين المصريين من قاطني قرى ونجوع الوطن، بعد أن كان حلم أصبح حقيقة وبدأ المصريون حصد ثمار المبادرة. ففي قرية طنسا بني مالو بمركز بباب محافظة بني سويف، والتي كانت في السابق يعاني أهلها من نقص الخدمات الأساسية، يحتفل اليوم قاطنيها بانتهاء تنفيذ عدد كبير من مشروعات حياة كريمة داخل قريتهم، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المركز التكنولوجي ونقطة إسعاف والوحدة البيطرية ومدرسة طنسا الابتدائية بنات وتبطين الترع والجمعية الزراعية وتدعيم الكهرباء بمحولات جديدة وأعمدة إنارة. الحمد لله الحلم اتحقق. طبعا سيادة الرئيس قال احلموا وإن شاء الله بعون الله هننفذ حلمكم، والحمد لله الحلم اتحقق. مجمع الخدمات ده بمثابة عاصمة لقرية طنسا. قرية طنسا دي قرية أم فيها 13 قرية و26 تابع. مجمع الخدمات ده فيه سجل مدني، فيه بريد، فيه شهر عقاري، فيه مركز تكنولوجي. طبعا المجمع ده بيخدم يعتبر 30 قرية 40 قرية 13 قرية و26 تابع. نشكر الرئيس اللي هو وفرنا المية وبنالنا مساكن حلوة وبنالنا مدارس وبنالنا
مستشفيات وكل حاجة، الحمد لله رب العالمين. المواطنون في القرية عبروا عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على تحويل حلمهم إلى حقيقة، وذلك بعد تنفيذ تلك المشروعات في فترة بسيطة وتنفيذ كافة مطالبهم لتتحول قريتهم إلى قرية نموذجية من كافة الخدمات. بتوجه بالشكر للسيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعالي رئيس الوزراء، وبشكر السيد محافظ بني سويف بالنسبة للمجهودات العظيمة اللي هم بذلوها في كل محافظة بني سويف وفي كل مراكز محافظة بني سويف من المشاريع العظيمة العملاقة اللي بتتعمل وبتتم في كل جميع أنحاء الجمهورية. وعندنا في قرية طنسة بني مالو والتابعة لمركز بيبا منها المدارس اللي تم إنشائها، وجميع الأهالي في القرية حاسين بكل المجهودات اللي بيعملها الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل القرية من مشاريع خاصة بالتعليم وغاز طبيعي وصرف صحي وكل المشاريع اللي في أنحاء الجمهورية. طبعا نشكر الرئيس الزعيم السيسي زعيم العرب لأنه فعلا وفر لنا حياة كريمة، وأول حاجة فعلا نجحت معانا هنا ولاحظناها اللي هي المية، لأن فعلا المية دي نبع الحياة زي ما بيقولوا، وكانوا بخوفونا منها بيقول لك هتتقطع المية هتتقطع المية، بمجهوده وبفكره وصلنا المية لحد عندنا اهو ان شاء الله في الطابطين. اول ما بيفتحوا من عند بيبا في 10 دقايق بتوصل، اول كانت بتوصل بعد يوم واثنين لان كان فعلا في انسدادات وكان في طينه وفي بتاع، ما شاء الله عملنا حاجات حلوه اهي. فعلا اكرمنا ربنا ان احنا في شهر 7 ده كنا بنعاني، فعلا بنعاني وكل الناس عارفه الكلام ده، كنا بنعاني من المية من قله المية، وكان الشام عندنا بيبوظ. والله في شهر 7 ده ما كنا بنلقى بقوا المية، والمية بيضة ضغط 24 ساعة، والمية زي الفل، وكل حاجة عملها الرئيس كلها زي الفل، وكل حاجة الحمد لله ربنا كرمنا بو حياة كريمة، وهي كريمة فعلا، والطبطين والمية وكل حاجة. ما يجرى على أرض قرى مصر من مشروعات يساهم في بناء قرى عصرية بشكل يليق بالمواطن المصري صانع الحضارات. مشاهدينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذه عناوين الأخبار. في ذكرها 70 الرئيس السيسي يؤكد أن ثورة يوليو أسست الجمهورية الأولى للدولة وغيرت الحياة في مصر وفي المنطقة. التونسيون المغتربون يصوتون في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. إشادات باتفاق الحبوب بين كييف وموسكو وطرف الأزمة يتبادلان الاتهامات بشأن عرقلة الاتفاق. انتهت النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.